القبارص الأتراك بعيدون عن الأزمة الاقتصادية المعقدة التي يواجهها جيرانهم القبارص اليونانيون، حيث يواجه هذا الجزء من الجزيرة المتوسطية أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه. آراء المواطنين في شمال وجنوب قبرص كانت متفاوتة، فهذه السيدة من الجزء التركي تقول له: شكرا لله لسنا ضمن الاتحاد الأوروبي، لدينا اقتصاد قوي، تركيا تتمتع باقتصاد قوي أيضا وتدعمنا بشكل كبير، إذن ليس لدينا أي مشكلة اقتصادية. الجزء اليوناني أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا عند دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، لأنهم قبل ذلك كانوا يتمتعون باقتصاد قوي. الليرة القبرصية كانت قوية، أما الآن فهي على العكس تماما، في كل يوم تزداد الأمور سوءا. وعلى بعد كيلومترات قليلة في الجزء اليوناني من قبرص، هناك خوف من المجهول وحالة من عدم اليقين مما قد يجلبه المستقبل. تقول هذه السيدة: هناك شعور لدى العامة بالراحة، لأنه لن تفرض الضرائب على ودائعنا، وعلى رغم ذلك قد يتحول الوضع من سيء إلى أسوأ. الظروف المستجدة في جزيرة قبرص قد تؤدي إلى تدخل روسيا أيضا على خطها اليوناني، خاصة وأن جزءا كبيرا من الودائع في المصارف القبرصية هي ودائع روسية. مواطنة روسية في مدينة ليماسول التي تعد الوجهة المفضلة للروس تقول له: أعيش هنا منذ 16 عاما، أشعر بأن قبرص هي موطني، لكن هذه الدولة خدعتنا، سرقت أموالنا. نعم لقد سرقونا، لقد جلبنا هذه الأموال إلى هنا، لم نجنها في قبرص. يشار إلى أن الرئيس القبرصي بدأ اجتماعا مع قادة الأحزاب لإيجاد حل للأزمة وتجنب إفلاس البلاد، فيما المصارف لا تزال مغلقة في الجزيرة لمنع تدفق المودعين وحصول حالة من الذعر أو سحب رؤوس أموال بشكل كثيف.